السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابنا في كل مكان وحشتونا بعد انتظار. ونحن اليوم مع الموسم الثاني لبرنامج أزمة أخلاق. وقبل ما نبتدي أحب أرحب بضيوف الكرام اللي معايا في الاستوديو، فضيلة الشيخ سيد البرديني. أهلا وسهلا شيخ سيد. أهلا ومرحبا، كل عام وأنتم بخير وموسم طيب إن شاء الله وبداية قوية موفقة إن شاء الله. يا رب شرفتنا ونورتنا. الله يعزك. معايا ايضا الشيخ احمد جمال موسى. ازيك شيخ احمد؟ وانا حضرتك فضيله الشيخ، ومرحبا بالموسم الجديد وان شاء الله بدايه موفقه، نسال الله التوفيق والقبول. يا رب يا رب. طبعا ان شاء الله موسم جديد وحلقات جديده، واسال الله ان يرزقنا فيها الاخلاص في القول والعمل، وان شاء الله يا رب يا رب فعلا نحقق فيها هدفنا. ان البرنامج بنتكلم على الازمات اللي موجوده، ازمتنا ازمه اخلاق، ازمتنا كذب ونفاق، ازمتنا في ولد عاق ومحكمه يعقبها طلاق، ازمتنا غش وفجور، مظلمه وشهاده زور، ازمتنا أزمة إيمان، إنسان على غير إيمان، أزمتنا أزمة إيمان، إنسان هجر القرآن، أزمتنا أزمة أخلاق، أزمتنا كذب ونفاق. أمن أجل الدنيا نتناحر، وامرأة تذهب للساحر؟ أمن أجل الدنيا نتناحر، والمسلم يتشبه بالكافر؟ أزمتنا أزمة أخلاق، أزمتنا أزمة أخلاق. طبعا احنا بنعيش أزمات، وأزمات حقيقية اجتماعية وثقافية وأخلاقية. وأهم شيء برنامجنا هنمسك على الأخلاقية. عايزين نشوف الداء عشان نستنتج له الدواء. من برنامجنا ان شاء الله هنتكلم على كل الازمات: الكذب، الخيانه، الرياء، الفسوق، الفجور، الزنا، السحر. هنتكلم عن ازمات كثيره، اسباب لماذا كثر الطلاق، لماذا امتلأت المحاكم بالقضايا والازمات. هنبتدي مع الشيخ سيد حبيبنا وحبيب قلوبنا. الشيخ سيد، احنا طبعا في عندنا ازمات موجوده، اذا كانت ازمات اقتصاديه، ازمات اجتماعيه، ازمات ثقافيه، ازمات اخلاقيه. عايزين تعرفنا ايه هي اهم الازمات في هذه الايام من وجهه نظرك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد. في الحقيقه ان الامه الاسلاميه تعيش ازمات قد تعصف بهذه الأمة، ونسأل الله أن يحفظ المسلمين جميعا وأن يحفظ علينا ديننا. أزمات اجتماعية وأزمات اقتصادية، لكن هناك أزمة هي أعظم هذه الأزمات، الأزمة الأخلاقية. لأن هذه الأزمة إن تمكنت في أمة قضت على هذه الأمة. وصدق من قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وللأخلاق بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فالغاية العظمى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس ويربي الناس على مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ووصف النبي بأعلى وصف: وإنك لعلى خلق عظيم. سمت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلت، لأن الذي رباه هو ربه جل وعلا. وإذا نظرنا إلى الرسل وجدنا أن رسالات الرسل تدعو إلى مكارم الأخلاق. وإذا نظرنا وجدنا أن سوء الأخلاق تؤدي بالدمار والهلاك. على سبيل المثال، أول معصية لله عز وجل كانت بسبب الكبر. عصى إبليس ربه جل وعلا، قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. فأخرجه الله من الجنة بسبب الكبر. هذا سوء خلق. أيضا أول جريمة وقعت على الأرض بسبب الغل والحقد والحسد،
قتل قابيل هابيل. لئن بسطت اقرأ إن شئت قول الله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فسوء الأخلاق أمر جلل وأمر عظيم، لذا بفضل الله عز وجل هذا الموسم القادم الذي يبدأ اليوم سيكون معالجا لأزمة الأخلاق التي تعيشها الأمة. لأننا حينما نرى في الأسواق وفي الشوارع وفي المدارس وفي كل مكان نرى بحق أزمة أخلاق، ذلك لجهل الناس بأخلاق النبي. فلا بد في هذا البرنامج أن نتعرف على رسول الله كيف كان خلق النبي حتى نقتدي ونختفي أثر النبي حتى نسعد في الدنيا والآخرة. صلى الله على من علم الدنيا الخلق، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا الأدب، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا الوفاء، صلى الله على من علم الدنيا الحلم والرفق، صلى عليك الله يا علم الهدى. أنا عايزك كل واحد سمعني وكل واحد اوعى تبطل صلاة على سيدك النبي محمد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. يعني احنا يا شيخ أحمد ما فيش مخرج لنا من هذه الأزمات إلا بالتحلي بأخلاق سيد البريات صلى الله عليه وسلم. عندك حل غير كده؟ طبعا ما فيش حل، لأن سيدنا رسول الله ما جاء إلا ليتمم صالح الأعمال، والإسلام ما جاء إلا ليأمر إلى مكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن السؤال الأهم، لماذا الأخلاق؟ هذا اللي أنا جاي لك فيه. لماذا قال رسول الله إنما بعثت لأتمم مكان الناس بتصلي لغير الله، بيعبدوا أصنام حجارة، ليه اختار رب العالمين رسوله ليعلم به الناس الأخلاق؟ لأننا نعيش حقا أزمة أخلاقية، لأن بالأخلاق ترتقي الأمم، وإذا سقطت الأخلاق سقطت الأمم. نعيش أزمة أخلاقية حقيقية لا يجب أبدا أن نتغافل عنها، بل يجب علينا أن نعير كل اهتماماتنا في تحسين أخلاقنا. يجب علينا أن نجعل جل وكل اهتمامنا في تغيير الأخلاق إلى الأحسن. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم. سيدنا النواس بن سمعان رضي الله عنه بيسأل النبي يا رسول الله ما هو البر؟ والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير، إذا أردت أن تجمع خصال الخير فهي موجودة في كلمة البر. ولذلك قال رب العالمين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، مش البر أنك تصلي وتصوم وتحج وما إلى ذلك فقط، دي اسمها علاقة بينك وبين الله. فين العلاقة بينك وبين العباد؟ العلاقة بينك وبين أهلك، العلاقة بينك وبين جيرانك، بينك وبين إخوانك، هذه هي الأهم. ورب العالمين لا يغفر لأحد بينه وبين أخيه خصومة إلا أن يصطلح. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، يعني وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كل دي خصال الخير يجب ألا نغفل عنها أبدا. نواس بن سمعان يا رسول الله
ما هو البر؟ انظر النبي قال له ايه؟ قال له صلي وصوم وحج و و و و لا، ولكنه قال البر حسن الخلق. البر حسن الخلق. لما قيل لرسول الله عن امرأة تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتذكر، ثم قالوا لها لكنها، قالوا لرسول الله لكنها تؤذي جيرانها، ماذا قال رسول الله؟ قال هي في النار لأنها تؤذي الجيران. يا رسول الله، إنها تصلي تصوم تحج تذكر الله تفعل خصال الخير فيما بينها وبين الله تقيم الليل، لكنها تؤذي الجيران، فكانت النار أحق بها. كذلك سألوه يا رسول الله إن امرأة قليلة الصلاة قليلة الزكاة تصلي المفروض فقط وتصوم الفريضة فقط وتحج الفريضة فقط، تفعل الفرائض مش بتعمل السنن والرواتب، ده الفرائض بس، لكنها حسنة الأخلاق مع جيرانها، فقال هي في الجنة. فالفيصل بين الجنة والنار هي الأخلاق، فإذا سقطت الأخلاق سقطت الأمة، إذا سقطت الأخلاق سقط المجتمع. يعني هنا في نقطة مهمة أوي يا شيخ أحمد، لازم نخلي المستمع ويخلي بالنا معانا المستمعين كلهم وكل المشاهدين، إن ديننا مش دين عبادات فقط، يعني ديننا دين عبادات ومعاملات. الشيخ أحمد طبعا نوه وقال احنا طبعا بنحل الازمات اللي موجوده معانا. اتصال. الو. ايوه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا وسهلا حبيبي، اتفضل. ممكن نكون حد عامل اللي عمل انا ومرضي؟ نعم. حد طب يعني انا حوالي بقالي 4 شهور المرض غضبانه وكده، ممكن يكون حد عامل لي عمل انا ومراتي مش متفاهمين مع بعض؟ اه بس الموضوع موضوع ما فيش تفاهم فقط ولا في حاجه تاني؟ لا، اللي على طول بتهج من البيت، على طول بتهج من البيت. اه بتشوف كوابيس هي ولا حاجه؟ ايه على طول صداع، على طول عيانه، على طول تعبان، على طول على طول على طول. اه طيب انت تشوف اخ من اهل السنه يقرأ الرقية الشرعية، وإن شاء الله لو في سحر أو في حاجة بيفكه. عايز حابب تتواصل معايا خد رقمي من الكنترول، وإن شاء الله بعد الحلقة أنا أقول لك على برنامج إن شاء الله ربنا يكرم ويكون سبب بإذن الله في حل مشكلتك. معنا أم يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل على حاجة. أنا عندي ابني يوسف عنده 11 سنة، وعايز أعلمه بقى الأخلاق دي، مع أن احنا يعني الحمد لله ناس يبدو كويسين ونعرف ربنا، بس الولد طالع شقي ما بيسمعش الكلام، ممكن يضطر يكذب لو خايف من عقاب ولا حاجة، مهتم قوي بالموبايل والحاجات اللي هي التكنولوجية دي، فبيضطر يأثر في الصلاة يجمع صلوات، يعني حاجات كده ايه، ما بيسمعش الكلام، مع ان احنا بنقول له يعني بر الوالدين والكلام من ده، فانا عايزه ازرع فيهم الحاجات دي عشان لما اسيبهم للمجتمع يبقوا ناس كويسين. يا ريت تقول لي كده 1 2 3 اعمل معاهم ايه. والله يا ام يوسف، اول نقطه، اولا لازم الابن يشوف في ابوه وامه الصلاح، ولازم يشوفكم دايما كده في طاعه وفي ذكر وفي بر وفي صدق، يعني انتوا القدوه بتاعه. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه فقال علام تختالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، فيشب ناشئ الفتيان منا على ما قد عوده أبوه. ده أول بند. تاني شيء، لازم تحرصي دايما أن ابنك يتعلم القرآن والسنة، أي درس علم في المسجد، أبوه والده يمسك كده أي كتاب يقرأ أي حديث يعلمه. وطبعا أهم شيء، وعندنا ما شاء الله القنوات الإسلامية في كل مكان، افتحوا القنوات وتعلموا الدروس وهكذا. لازم الابن بالقدوة ثم يتفرج ويشاهد دايما حلقات علم. معنا ام رضوى. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ممكن اكلم على الضيف الكرام الاول وعلى حضرتك؟ اتفضلي معاك. حضرتك يعني انتوا بتتكلموا عن الاخلاق وكده، فانا جوزي
بيصلي ويصوم كل حاجة، بس معاملته معايا مش حلوة خالص. عدد الشيوخ الكرام يعني انصحوني يعني. احنا ان شاء الله من برنامجنا تابعينا بس، ويا ريت لو تخليه يعرف يتفرج على البرنامج، احنا ان شاء الله هنتكلم عن ازمات كتير جدا جدا، واهم هذه الازمات ازاي حق الزوجة، وهنتكلم ان شاء الله عن حق الزوج، هنبين وهنوضح، ولسه ان شاء الله معانا حلقات كثيرة، بس يعني طالبين منكم الدعوات ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ودايما نتلاقى على خير. وقلنا ان ديننا مش دين عبادات فقط، مش بتصلي وتصوم وتأدي الزكاة وتحج يبقى انت كده خلاص، لا، في معاملات. لو معاملاتك سيئة مع الخلق زي ما الشيخ محمد قال، امرأة كانت بتصلي وتصوم وتزكي وتحج وتقيم الليل وتتصدق بالكثير، لكن عندما سأل النبي قال لا خير فيها، لما عرف ان هي بتسيء المعاملة مع الجيران قال لا خير فيها فهي من اهل النار. لكن واحدة تانية بتصلي الصلاة المكتوبة فقط، بتصوم رمضان فقط، ولكنها تحسن معاشرة الجيران، قال فهي من أهل الجنة. طيب، عندنا مشاكل كتير في بيوتنا يا شيخ سيد، وزي ما الأخت لسه أم رضوى بتقول زوجي بيصلي وكل حاجة بس ما بيتعاملش معايا بالحسنى، عايزين نعرف الناس كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته. الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم كان مثلا عليا في الأخلاق صلى الله عليه وسلم، كان في أهل بيته مع زوجاته ومع الخدم، وفي جميع أحوال النبي كان مثلا عليا صلى الله عليه وسلم. النبي مع عائشة يدخل في الحديث الذي رواه الدارمي من حديث عبد الله بن عمر أن أبا بكر الصديق دخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة ترفع صوتها على رسول الله، فدخل أبو بكر وتناولها، فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، حال النبي بينهما، ولما مضى أبو بكر الصديق فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يترضاها يعني رضيها، فقال لها أرأيت كيف أحلت بينك وبين الرجل، يعني وقفت بينك وبين أبيك لم يتناولك. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عنها هذا الأمر حتى ذهب أبو بكر، ذهب، ولما عاد أبو بكر مرة ثانية وجد النبي صلى الله عليه وسلم يضاحك عائشة. وهنا نقول للزوج أن البيوت مليئة بالمشاكل، لأننا في الدنيا وليست في الجنة، لسنا في الجنة، نحن في الدنيا، فالبيوت فيها مشاكل. نقول للرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وربنا جل وعلا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لكن الضرب ضرب غير شديد غير مبرح، الضرب للزجر وليس للتعذيب. فالبيوت كلها مشاكل، ونحن نعيش الآن أزمة أخلاقية. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يرى من عائشة الخير وكان يريها الخير، حتى نتعلم جميعا من بيوت النبي. في الجاهلية كانوا يتعففون، ولا يشرب الرجل من موضع فم زوجته إن كانت حائضا أو نفساء أكرمكم الله. لكن عائشة تقول كما جاء في الحديث الصحيح كنت أشرب وأنا حائض فأناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيا. انظر إلى أدب النبي محمد، يذهب عادات الجاهلية وينكرها تماما ولا يقرها، ويقول إن للمرأة على زوجها حق. يشرب النبي مكان موضع فم عائشة، إنه وربي سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمنا الخلق صلى الله عليه وسلم. فالبيوت لابد، هذه سنة الحياة، فيها مشاكل، لكن على المرأة أن تصون زوجها، تحافظ على ماله وعرضه، وتعلم أنه بشر. المرأة قديما في الصدر الأول من الإسلام كان حينما يخرج زوجها إلى الخارج تقول يا زوجي الحبيب. أي امرأة الآن حين يخرج زوجها تقول له يا زوجي الحبيب؟ تقول له يا زوجي الحبيب اتق الله فينا ولا تدخل علينا رزقا حراما،
فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على عذاب الله في الآخرة. كوني لزوجك كخديجة لرسول الله، وكوني لزوجك كعائشة لرسول الله، يكن زوجك كرسول الله أو مثله الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيتخلق حينها بأخلاق رسول الله. المرأة الآن إذا خرج الزوج تقول أعطنا كذا وأتي لنا بكذا وكذا وكذا، من أين؟ لا يهم هذا الأمر، ليست مشكلة، يأتي من الحرام يأتي من الحلال. يا زوجي يا الحبيب اتق الله فينا. وكان النبي يقبل زوجته حتى وهو صائم. فنداء للرجال لابد أن تتقوا الله عز وجل في النساء، ونداء للنساء اتقوا الله في الرجال. الله يفتح عليك يا شيخ سيد. بس خلي بالك في نساء ما شاء الله بتقول يا زوجي الحبيب. ما شاء الله ان شاء الله في الجنة خير، هذا خير. ان شاء الله في صلاحات. اللهم امين. وهو ده الغرض من البرنامج. طبعا النهارده مش محددين حاجه، ما احنا بنتكلم عامه لان ده اول لقاء. لكن ان شاء الله كل حلقه هيبقى هنخصها باسم، وهنتكلم على ازمات يعني كثيره اللي احنا عايشينها في الواقع، وهنتوغل داخل البيوت ونشوف ازاي سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ازاي كان بيتعامل مع زوجاته، وازاي كان بيتعامل مع احبابه واقربائه، ازاي كان بيتعامل مع اعدائه، ازاي كان بيتعامل مع جيرانه صلى الله عليه وسلم. فاحنا عايزين ندي رساله سريعه، يعني اضافه بسيطه. المراه مراه، الست في بيتها هي اميره. انا عايز اقول لكل راجل لما تروح بيتك، زوجتك مالهاش دعوه بمشاكلك، زوجتك مالهاش دعوه بهمومك والحمول اللي عليك. كفايه حمول بيتها، كفايه هموم بيتها، كفايه مسؤوليه اولادك، اولادك اللي هي بتربهم لك. لما تخش البيت مالهاش دعوه باللي عندك، مالهاش دعوه بالاعباء اللي عليك. هديك بس قصه بسيطه عشان تشوف ازاي سيدك النبي محمد كان بيتعامل مع زوجاته. سيدك وحبيبك النبي بعد ما تصلي عليه وكل يصلي اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فكان في احد الغزوات، الشيخ احمد وانت ان شاء الله هتضيف لنا برضك اضافه، كان في احد الغزوات وكان واخد معاه مين؟ ستنا عائشه رضي الله عنها. فقال للجيش تقدم، يعني اسبقونا انتوا كده لقدام، ونفس سلم بقى في المؤخره هو وعائشه. فقال لعائشه تسابقيني يا عائشه، تيجي نعمل سباق يا شيخ احمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على من علم الدنيا الحب، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على من علم الدنيا الرحمه، صلى الله عليه وسلم. هم فين؟ في غزوه، يعني في حرب الشيخ سيد، العقل مش موجود حرب. اصلا يعني المفروض ان انت في وقت يعني دماغك وتفكيرك كله مجهول. في المشغول. لا، النبي بيعرفنا ان المراه ملهاش دعوه، في توازن. الله يفتح عليك. فانت زوجتك اللي في البيت دي ملهاش دعوه بأعبائك وامك اللي بره، في حرب اهو بيقول لها تيجي تسابيني يا عائشه. قالت بلى يا رسول الله. تقول عائشه فسبقني النبي صلى الله عليه وسلم فسابقته. مين يفاز في السباق؟ ستنا عائشه رضي الله عنها. في غزوه تانية خرجت معاه، قال لها تسابقينني يا عائشه؟ قالت بلى يا رسول الله. قالت فسبقته فسابقني. مين اللي فاز في السباق المره دي؟ رسول الله، سيدنا وحبيبنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم الى عائشه وقال لها يا عائشه هذه بتلك، يعني واحده بواحده. كان عائشه اصابتها السمنه، ستنا عائشه بقى اصابتها السمنه، بقت يعني سمينه، بقت تقيله في الحركه شويه من السمنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبقها وابتسم وقال هذه بتلك. شوف بيداعبها ازاي وهو فين؟ في حرب. في حرب. تضيف لنا بقى ايه تاني يا شيخ احمد من معاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثيل له، هو من اجله خلقت الدنيا، هو الذي رباه رب العالمين واصطنعه لنفسه وصنعه على عينه. فكان رسول الله، رسول الله سئلت عائشة أم المؤمنين عن خلق رسول الله، أبو عبد الله الجدلي جاء إلى أمنا عائشة، يا عائشة كيف كان خلق رسول الله في أهله وأعلم الناس بأخلاق رجالهم هن النساء؟ لأنها عارفة إن زوجها في الشغل مش هيقدر يزعق للي هو شغال عنده، ما يقدرش يرفع صوته قدام رئيسه، ما يقدرش يتخانق ويتشاجر في الطريق، إلا إنه في البيت هو الرجل، هو القائم، الرجال قوامون على النساء، والقوامة ما بتظهرش إلا في الضرب وما إلى ذلك.
يسأل السيدة عائشة: كيف كان خلق رسول الله في أهله؟ قالت: كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. كان أحسن الناس خلقا، أحسن على وزن أفعل التفضيل، ما فيش بعد كده. أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا، ما بيشتمش، ولا متفحشا، ولا سخابا في الأسواق، ما يرفعش صوته في السوق، ولا يجزي بالسيئة مثلها. في مرة من المرات النبي داخل بيته ومعاه بعض الأصحاب، والسيدة عائشة ذهبت لتصنع طعاما لرسول الله، وفي نفس الوقت ذهبت السيدة حفصة لتصنع طعاما لرسول الله، فسابقت حفصة عائشة فسبقتها في اصطناع الطعام، فقدمت إلى رسول الله بقصعة الطعام، ثم رأت عائشة حفصة، رأت حفصة تذهب بطعامها إلى رسول الله، فاشتعلت الغيرة، ثم قالت عائشة لجاريتها: اذهبي فاكفئي قصعة حفصة. ده فين؟ ده قدام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت الجارية فأكفأت القصعة، دلقت الطعام في الأرض قدام رسول الله وقدام الأصحاب. بالله عليك، لو واحد مننا، لو إحنا المشايخ، كان عمل إيه؟ كان رد الفعل يكون إيه؟ أقل شيء كان طلق الاتنين، أقل شيء، أو إما إنه يضرب الاتنين، لأنه في نظرنا أهين قدام أصحابه. لكن رسول الله جمع الموضوع، ثم قال بعدما جمع الطعام، قال لعائشة: خذنا الطعام فكلنه، ثم أخذ طعام عائشة فأكله هو والأصحاب. رسول الله أمر أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله الذي خدم رسول الله 10 سنين، يقول أنس: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي قط أف. انظر، غلام عنده 10 سنين، والدته أخذته لرسول الله يخدم رسول الله، خدم رسول الله 10 سنين، يعني هو عنده 10 لحد 10 سنين، 20 سنة. في السن ده أكيد بيلعب، أكيد بيعمل مشكلة، أكيد بيعمل حاجة. فالنبي ما قالوش قط مرة، ما قالوش أف، ولا قال له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا. أمر أنس بن مالك أن يذهب لأمر ما، فذهب أنس فرأى أطفالا يلعبون، فأخذ يلعب معهم، قعد يلعب مع الأطفال، يلعبوا كورة، استغماية، ما إلى ذلك مع الأطفال، عجبته اللعبة فقعد يلعب. فاتأخر على رسول الله، فخرج رسول الله يبحث عنه فوجده فأخذه من أذنه وقال: يا أنيس، تصغير لكلمة أنس، يداعبه ويلاعبه، ألا فعلت ما أمرتك؟ فقال: نعم يا رسول الله، أنا ذاهب الآن. بالله، لو في وقتنا وابنك، مش واحد خدام عندك، ده ابنك اتأخر عليك، ايه اللي يحصل؟ ده ضرب وشتيمة وخناق، وانت امك اللي عملت، وامك اللي ربت، وامك ما الى ذلك. ليه؟ الاخلاق هي السائدة عند رسول الله، انما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. فيجب علينا أن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا وخارج بيوتنا، مع جيراننا، مع أهلنا، مع أصحابنا، مع جميع الخلق، رضاء لله وابتغاء لوجهه، لا لأحد ولا لمصلحة شخصية. صلى الله على من علم الدنيا، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. عايزكم تبطلوا صلاة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الذي علم الدنيا بأكملها التواضع. شوف قد ايه سيدنا النبي كان متواضع مع أهل بيته ومع الخادم بتاعه. يعني موضوع جميل وشيق. أي أزمة عايزين نحلها، والله من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. احنا موضوعنا كتير، وعارفين ان في مشاكل في البيوت كتير، ومشاكل بين الناس والصحاب كتير. عايزين نعلم الناس التواضع. الشيخ سيد، كيف
كان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أحبابه وأصحابه وجيرانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا عليا في التواضع مع الإماء، مع العبيد ومع الأطفال ومع الرجال ومع العجائز. النبي في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه التقى به عربي، قابله أن يسلم رجل عربي فارتعد وخاف ظنا أن محمدا كالملوك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، أنا ابن امرأة من العرب كانت تأكل القديد بمكة، والقديد هو اللحم المجفف من الشمس، هون عليك، فأنا ابن امرأة من العرب كانت تأكل القديد بمكة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول أنس: إن الأمة كانت تأخذ بيد رسول الله، إن الأمة من إماء أهل المدينة كانت تأخذ بيد رسول الله فتنطلق به حيث شاءت. الأمة تأخذ برسول الله ولا ينزع يده من يدها صلى الله عليه وسلم، وتنطلق به حيث شاءت، إنه وربي أفضل الخلق وخير الخلق صلى الله عليه وسلم. النبي كان يمزح، ولا يمزح النبي إلا حقا. يلتقي النبي بامرأة عجوز فقال: لا يدخل الجنة عجوز. فتبكي المرأة بكاء شديدا، فيخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس جميعا يوم القيامة سيكون في سن الشباب 33. هذا هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمزح إلا حقا، وكان يراعي مشاعر الآخرين في بيته وفي كل مكان صلى الله عليه وسلم. لكن لابد أن نبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له من في السماوات ومن في الأرض بأنه رسول الله، وكفى بالله شهيدا. إذا أردنا أن نتعرف على أخلاق النبي لابد أن نتعرف على النبي أولا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل وصفه في القرآن، وذكر وصفه في التوراة وفي الإنجيل. فعبد الله بن عمرو بن العاص التقى به عطاء بن يسار فقال: يا عبد الله، أنت تقرأ في التوراة، هل تجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كصفته في القرآن؟ فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: نعم. وقرأ في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقرأ في التوراة قال: وصف النبي كوصفه في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. زاد في التوراة: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. شهد الحجر والشجر لرسول الله. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم حجرا بمكة كلما مررت عليه قبل البعثة يقول: السلام عليك يا رسول الله. وحديث جميل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر: كنا في سفر فأقبل علينا أعرابي، فقال له النبي لما دنا من رسول الله، قال له النبي: هل لك في خير؟ قال: ما هو؟ قال: أن تعبد الله وحده لا شريك له، أي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال: يا محمد، ومن يشهد لك؟ هو لا يعترف برسالة النبي، يقول: من يشهد لك؟ النبي يفعل أمرا يدعو للعجب، لكنه رسول الله المؤيد بالوحي. يقول النبي: تشهد لي هذه السلمة. شجرة دعاها النبي وهي بشاطئ الوادي، دعاها النبي يقول راوي الحديث، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تخد الأرض خدا، يعني تشق الأرض من شاطئ الوادي حتى وقفت بين يدي رسول الله. فاستشهد النبي ثلاثا: أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ يقول راوي الحديث: خدت، فجعلت السلمة تخد الأرض خدا حتى وقفت بين يدي رسول الله، واستشهدها النبي فشهدت ثلاثا: إني لا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثلاث مرات. فقال الرجل: يا رسول الله، سأذهب إلى قومي وأتيك بهم، أي مسلمين، وإلا رجعت فأقمت معك يا رسول الله، إن لم يمتثلوا رجعت إليك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تشهد السماوات والأرض بأنه رسول الله، فهو ربي صاحب الخلق صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال، معلش يا شيخ سيد. أم من هلم الشرقية، السلام عليكم. أحسن الله وبركاته. اتفضلي يا ماما، معاكي.
انا والله انا زوجة تانية لجوزي، تمام. ظالمني وبيضربني وبيهاجمني، سبحان الله، ولا بقر عندي ولا بيت عندي ولا حاجة خالص، بس انا طبعا عشان خاطر ولادي. تمام. هل ربنا يجزيني خير، ولا ربنا يعني هل ربنا يعوض صبري خير؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ في حاجة تانية منهال ولا خلاص؟ وعلى حاجة يا شيخ، على طول بحلم اللي هم بيتهم هناك كله صينة، نعم؟ على طول بحلم اللي أنا بروح هناك ألاقي بيتهم كله صينة، العكس كله مشتري والبيت كله صينة. لا مش سامع الحتة دي، عيدي تاني معلش. بقولك حضرتك بحلم على طول اللي أنا بروح بيتهم اللي هناك، بروح بيتهم اللي هناك ألاقي بيته كله صينة، كله أزرار صينة في الأرض. آه طيب، طبعا منال يعني لا جزاء الإحسان إلا الإحسان. طبعا أنت بتقدمي ما عليك من أخلاق ورضا الزوج، وهو سيسأل أمام الله عن عدم العدل. هو متزوج بك زوجة ثانية، إن لم يعدل فسيسأل أمام الله وسيأتي يوم القيامة وشقه يعني مائل. نسأل الله أن يصلح لك زوجك. مين معنا؟ مدام سناء من الجيزة. السلام عليكم مدام سناء. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا ليا إيه أخت من بابايا، وبعدين أنا بعملها كويس جدا، وبعملها يعني ربنا اللي عالم، فهي تملي تعمل لي فيق وتظن فيا، لو رحت أزورها أو أي حاجة تظن فيا حاجات سيئة، لدرجة إن أنا قلت مش عايزة أروح عندها تاني، هل عليا وزن؟ طبعا احنا مش عايزين ان انت تقطعي الرحم، دي اختك لازم تصلي الرحم وتحسني اليها وتصبري على اذاها. فالصبر على الاذى ان شاء الله يعني جزاء الجنة، فان انت تحسني اليها، وابدا ممنوع ان منعا باتا ان انت يعني تكوني قاطعة للرحم او صلة الرحم. طبعا دي مشاكل كتير، وان شاء الله لسه هنتكلم عن أزمات يعني كثيرة جدا، وأزمات في الأخلاق. فاحنا إن شاء الله إن شاء الله بإذنك أنت يا رب، من الداء اللي موجود هنستنتج الدواء، والدواء من سنة سيدي الأنبياء صلى الله على من علم الدنيا العلم وعلم الدنيا الخلق. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو ده قدوتنا وهو ده أسوتنا. احنا بنتكلم ليه عن بعض الصفات البسيطة التي لا تعد ذرة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، التي شهد بها الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فاحنا مش هنصلح حالنا إلا لما نتحلى بأخلاق سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي علم الدنيا التواضع زي ما فضلت الشيخ سيد قال، وعلم الدنيا الحب، علم الدنيا باكملها. احنا لو قعدنا نتكلم عن معاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل بيته وزوجاته ومع مش هننتهي. نبذه كده بسيطه يا شيخ احمد عن معاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع اعدائه. ممتاز. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء اليه الطفيل ابن عمرو الدوسي من الدوس، جاء إلى رسول الله فقال يا رسول الله إن أوسا قد طب أبت معلش وعصت. بس معلش معنى اتصال ونبقى نقول تاني. مدام ولاء من البحيرة، السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا تعبانة على طول ورحت لدكاترة كتير، فكله بيقول إن يعني ما عندكيش حاجة أي حاجة، ما عندكيش أي حاجة، بس في شيوخ قال لك إن أنت عشان سحر، بيقروا له القرآن وبيقولوا إن في سحر عندك. طب ايه الاعراض اللي بتبان عندك؟ طيب على طول زهقانه، وعلى طول مخنوقه، وعلى طول رغم ان انا يعني حالتي الماديه كويسه وما فيش اي ضغوط نفسيه ممكن تخليني ان يعني اضطر كده، يعني بتشوفي كوابيس او حاجه؟ بشوف كوابيس على طول، ان انا في المقابر بشوف ثعابين، في بشوف المقابر حاجات كده بتخوفني كتير، وبشوف نفسي ان انا في مكان مش مكاني يعني. طب والمعاملة والزوج ايه؟ بتشوف زوجك احيانا بشكل سيء ساعات
خصوصا عند الجماع؟ هو كويس، وهو كويس معايا، بس ساعات ما ببقاش عايزاه يجي من الشغل، او انا معاه في نفس الشغل بس عايزه اشوفه ساعات يعني. طيب انت عامة تواصلي معايا ان شاء الله بعد البرنامج عشان اقول لك. وعلى طول لو سمحت يا شيخ، عندي همدان في جسمي، عايزه اعرف انا عندي الهمدان ده في جسمي ما على هو طول لو هو من ساعات. هو من السحر، وتقريبا معمول لكم سحر تفريق عندي ضغط في رجلي مش وضغط في رقبتي. ان شاء الله باذن الله. انت يا رب بعد الحلقه هتتصلي بيا وانا اقول لك امشيك على برنامج هتعمليه عباره عن قران، يعني على ما تغتسلي بيه وتشربي منه، واقول لك على برنامج اوراد ذكر وقران، وان شاء الله باذن الله انت يا رب في خلال فتره بسيطه جدا هتلاقي حياتك بقت طبيعيه خالص، وكل الاكتئاب والهم اللي عندك ان شاء الله راح. نكمل بقى شيخ احمد معامله صلى الله عليه وسلم مع اعدائه. جاء طفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله، وكأن رسول الله أرسله إليهم ليدعوهم إلى الإسلام، فقال: يا رسول الله، إن أوسا قد عصت وأبت، عصوا أمرك وأبوا أن يدخلوا الإسلام، فادعوا عليهم. فاستقبل القبلة رسول الله، اتجه إلى القبلة، هيدا عليهم، فظن الناس أنه سيدعو عليهم، فقالوا: هلك الدوس. رسول الله إذا دعا استجيب، أكيد هلك الدوس. فاستقبل القبلة رسول الله ورفع يده وقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. صلى الله على من علم الدنيا صلى الله عليه وسلم. رسول الله مع من اتهم زوجه عائشة بالشرف. معلش معنا اتصال مدام نوح من أسيوط. أهلا وسهلا. أهلا بيك اتفضلي. لو سمحت انا عايزه اسال، بالنسبه لجوزي هو كويس خالص، ويعني محتاج ربنا فيا وفي عيالي وشايف طلباتي، بس هو ما بيصومش وما بيصليش. انا كلمته في الحكايه دي، هو اللي مخليه عامل كده ان هو شغال في حته يعني شاق خالص، فمش بيستحمل في رمضان ان هو حر يعني الشديد وكده، بس ما بيقضيش الا عليه. احنا ان شاء الله هنعمل ان شاء الله حلقة عن تارك الصلاة وعن تارك الصيام او تارك العبادات، بس يا رب كده انت تكوني مستمرة معانا وهو يشوف الحلقات ديت عشان يعرف ان تارك الصلاة ده موضوع كبير جدا جدا جدا. ان شاء الله شخص احنا باذنك انت يا رب من برنامجنا هنحل كل يعني ان شاء الله هنعرض كل المشاكل وكل الازمات، لان يا جماعه كل اللي احنا فيه من ابتلاء وبلاء ووباء، كل اللي احنا فيه من 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 من, من اكتئاب، الامراض اللي احنا فيها، الناس اللي يعني اغلب الناس بتشتكي يقول لك انا مهموم، انا مخنوق، انا حاسس ان انا مش قادر، انا عندي اكتئاب، انا مش طايق نفسي، كل ده سبب المعاصي والذنوب، كل ده سبب ان احنا بعدنا كل البعد عن علام الغيوب. والله مش هينصرح حالنا ولا هيكون حالنا رايق كده وهادي الا لما نرجع لديننا، نرجع لقراننا ونشوف سنه نبينا، نتحلى باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا فقدناها في هذه الايام. احنا عايزين من هنا نحيي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم الدنيا باكملها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أحبابي وأصحابي. لو إحنا تعاملنا بأخلاقه والله لعشنا حياة السعداء، والله لا يعني لرزقنا الله من يعني فضله وجود كرمه. فأي أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نتحلى بيها عشان نفوز ونغنم. ونكمل يا شيخ أحمد مع معاملة صلى الله عليه وسلم مع أعدائه صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي مع عبد الله بن أبي بن سلول، ونعرف الناس بس مين عبد الله بن أبي بن سلول ده، كبير المنافقين ورأس المنافقين. طب معلش معانا اتصال مدام أمل من سوات. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا فندم؟ الله يكرمك، تفضلي. لو سمحت أنا عندي حلمين بعد إذن حضرتك. طب في عوالة بس عشان وقت البرنامج. طيب الحلم الأول أنا شفت سيدنا بلال رضي الله بيقول ليها عنه على عكاز كده، انا ما شفتش وشه، هو كان متني على العكاز وبيقول لي هنحاربهم على سجاده صلاه. هم مين بقى اللي هنحاربهم على سجاده صلاه؟ ولا هو قال مش عارفه،
انا كنت رايحه معاه عند على المسجد، طب انا رايحه معاه المسجد وبيقول لي هنحاربهم على سجادة صلاة. طب في حاجة تانية ولا خلاص اه الحلم؟ في حاجة تانية، ان انا رحت بيت الشيخ الشعراوي انا ومجموعة من الناس، كان عازمنا على الغداء، وانا ولقيته قاعد يقرا في مسلم، فبقول له ليه حضرتك ما بتقراش في البخاري؟ فقام بص لي بصه ان انا عايزه اقرا في ده في مسلم، فدخلت المطبخ مع فاطمه بنته، فقعد يقول لي ايه، فقام قايل يا فاطمه مش هتجيب الاكل للضيوف، وقعدت على الطبليه كده وقعدنا ناكل احنا واربع اشخاص رجال كنا رايحين زياره ليه. بس الحلم انتهى. شيخ برضو في اوقات بحلم فيها بان جن مكتفني ومش قادره اتنفس ومش قادره اتحرك، مع اني ما بين اليقظه وما بين النوم. الفتره دي يعني قعدت معايا سنين، يعني كنت في مكان في منزل تاني، لما جيت منزل الجديد الموضوع ده راح من عندي، بس في اوقات لما اروح مكان تاني او ساكن في المدينه بحس ان الموضوع ده يرجع لي تاني. طب بص انا اتفقنا على حلمين، انت قلت ثلاثه، التالت ده خليه بعد الحلقه تتواصل معايا، وعشان لو في اي مشاكل من ناحيه السحر او المس او كلام ان شاء الله يبقى علاجه هي باذن انت ان رب شاء الله. ابشري بعد الحلقه وابشري ابشري باذن الله خير، وان شاء الله رب العالمين وصلي قيام الليل واستمري في كثره السجود، وابشري ان شاء الله الامر يسير وحاجه ممتازه خير ان شاء الله. الشيخ احمد اجابك وفوجئ عشان وقت البرنامج يا سيد، نقول ايه بقى للمشاهدين تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا ما كملناش اعداء النبي ما عشان بس صلى الله انت عليه جاوبت على وسلم. السؤال خدت كده ايه مكان اعداء النبي صلى الله عليه وسلم عشان وقت البرنامج. عايزين بس اخوانا المشاهدين يعني الحلقه حلقه ازمه اخلاق، فياريت المداخلات تكون خاصه بالحلقه نفسها. وطبعا انت هتعقد حلقه لموضوع السحر وحلقتين او ثلاثه، ياخد باله من الحته دي. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم. بحسن خلقه يدرك درجة الصائم القائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة المتشدقون والسرسارون والمتفيهقون. قالوا السرسارون والمتشدقون نعلمهم، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. والحبيب صلى الله عليه وسلم حينما خرج جعفر بن أبي طالب إلى النجاشي برسالة من قريش خلف رسول الله ولم يزل حينها مشركا، ماذا حدث؟ لما وصل جعفر بفضل الله عز وجل إلى هناك سأل النجاشي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف هو فيكم؟ فقال كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونسيء الجوار ونقطع الرحم ونأكل الميتة إلى آخره، فبينما نحن كذلك حتى جاءنا رسول الله عز وجل نعرف نسبه ونعرف صدقه وأمانته وعفته، فأمرنا بصدق الحديث وحسن الجوار وصلة الرحم، وبدأ يعدد خصال النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونا إلى مكارم الأخلاق إلى آخره صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا عليه صلى الله عليه وسلم. يعني عايزين نختم بقى ونقول إن إحنا كل مشاكلنا وكل الازمات اللي احنا فيها هتتحل لو احنا تحلينا باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني رساله قويه قبل ما اختم، علينا ان نتحلى باخلاق سيدنا رسول الله، وان شاء الله هنكمل معاكم كل حلقه ازمه جديده وعن خلق جديد من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. انتظرونا ان شاء الله كل يوم سبت التاسعه صباحا على قناه الصحه والجمال. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.